ماشي. مهندس عدلي القيعي يعني عشرة تمتد لأكثر من 55 سنة داخل النادي الأهلي، وبالتحديد يعني تقريبا من منتصف الستينات. إحنا اللي اتربينا داخل النادي الأهلي تعودنا دائما على طريقة معينة في التعامل داخل النادي، يعني ما كانش فيه فارق ما بين لاعب ومدرب ومسؤول داخل النادي او عضو داخل النادي. كنا مجموعه، اعتقد ان مفيش حد بيخش النادي وبيخرج منه الا لما كان بيبقى عارف التاني واسمه ايه. فالحقيقه العلاقه يعني بعتبرها في علاقه عمل تمتد على السنين الطويله دي، وفي يعني علاقه صداقه ما بيني وما بينه. بقول ان المهندس عبد القيعي من الشخصيات القليله جدا اللي هو تقلد عده مناصب داخل النادي الاهلي. ما اعتقد ان ما فيش اي حد تقلد كل هذا الكم من هذه المناصب. اول حاجه الناس هتستغرب جدا ان هو يعني هم رابطينه بكره القدم، الناس ما تعرفش ان هو اهتمامه بالألعاب الأخرى وألعاب الصالات والألعاب التانية. كان اهتمامه بفرق كرة القدم، تقلد منصب في اتحاد التنس الطاولة وفي جهاز التنس الطاولة في داخل النادي الأهلي. كرة اليد برضو كان ليه باع طويل جدا في كرة اليد. في نفس الوقت حنيجي نشوف نشأة مجلة النادي الأهلي، كانت اعتقد انها كانت على ايديه يعني بالتزامن مع المرحوم الاستاذ فاروق يوسف والمرحوم الاستاذ عبد الرحمن فهمي الصحفيين المشهورين. فاعتقد ان الثالوث دول هم كانوا اصحاب الفكره واللي خرجت فكره مجله النادي الاهلي. من هنا بنقول ان على الصعيد الاداري تنوع ما بين بعض الألعاب، وفي نفس الوقت بدأ العمل الإعلامي أو كصحافة داخل مجلة النادي الأهلي. أيضا لما يعني تم البدء في قناة النادي الأهلي، وكان برضو ده سبق بالنسبة للأندية الأخرى، برضو منبر الدفاع عن حقوق النادي الأهلي تولاه المهندس عادل القيعي. هنيجي نتكلم على المناصب داخل النادي الأهلي. معرفش هل ناس كتير بتعرف ان الكابتن عادل القيعي تولى منصب مدير نشاط رياضي، وتولى منصب مدير النادي الاهلي يعني مدير التنفيذي بتاع النادي الاهلي، الى جانب طبعا مسؤوليته الطويله عن التعاقدات وعن التسويق داخل النادي الاهلي. فزي ما قلت ان يعني انسان ان هو يتقلد كل هذه المناصب داخل الرياضه المصريه او داخل النادي الاهلي، اعتقد دي حاجه اتفصلت مخصوص للكابتن عادل القيعي بسماته وتكوينه. يعني كابتن عادل القيعي ربنا يديك الصحه والعافيه وطول العمر، اتعلمنا منك كتير واجيال طلعت من تحت ايدك. مستنيين دور حضرتك في الفكرة الوريدة بتاعت شركة كرة القدم. طبعا النادي الأهلي أول نادي أسس شركة في مصر، واختيار حضرتك اختيار صدف أهله، فإحنا مستنيين دور حضرتك في هذا الموضوع ومتوسمين خير بإذن الله. أولا هتقول إيه للكابتن رؤوف؟ شوف الكابتن رؤوف يعني كان لاعبا مميزا، ولكن مشواره في تدريب فريق السيدات للكرة الطائرة مشوار غير مسبوق. قعد فترة طويلة جدا، عدد هائل من السنين. نعم. يعني تجاوز 12 13 يمكن 15 سنة أو أكتر، مش عددهم يعني، واكتسح كل بطولات الكرة الطائرة، وكان قبليه ما بنكسبش البطولة دي خالص. هو كمان كان بينه وبيني اتصالات دائمة، في كيمياء بينكم وبين بعض كمان. فوانا يعني موجود في احد المسؤوليات، ربما كان مدير النشاط الرياضي، قال لي على تهاني طوسو. يا سلام. وانا رحت
ودي ليها قصة طريفة شوية. كانت بتلعب فين هي؟ كانت بتلعب في المنيا. في المنيا. فأنا رحت لوالدها. سافرت له المنيا. يعني توصلنا يعني. آه. وعرضت عليه إنه تيجي وبتاع وقال لي هتعرف تخلصها إزاي والأستاذ ناصف سليم مش هيوافق، وقلت له سيب لي الموضوع ده. فأنا بس قلت له أنت وهي تعالوا خلصوا ويمبي وخلصوا الورق كله. وسيبوا لي الباقي. وسيبوا لي حتة اتحاد الكرة الطايرة. آه. وده اللي حصل، كان الأستاذ ناصف سليم بيخلص سهرته. عشان اقول لك جمال النادي الاهلي ده بيشد الناس، ما حدش يعرف الاستاذ ناصف سليم كان يحب يجي يسهر بالليل في النادي الاهلي، في النادي الاهلي مع الاستاذ كمال حافظ. آه ومعانا والله يرحمه الكابتن حنفي بستان مع الكابتن صالح، كابتن صالح كان علاقات. فالاستاذ ناصف سليم كان رئيس الاتحاد، فانا وهو قاعد جنب كمال بيه كده هنتعشى فين وهنعمل ايه ومبسوط. قلت له اسمع استاذ ناصف، انا عملت حاجه مش هنفذها الا اذا انت وافقت عليه. قال لي ايه؟ الله يرحمه. قلت له لا، يعني انا جاد، لو قلت لي هات الورق وقطعه قدامي دلوقتي هجيب الورق واقطعه قدامك. فقال لي ايه؟ قلت له تاني تصن. قال لي مضتها. عشماوي بتاع الفرق. قلت له مضتها وخلصت كل حاجه. عظيم وافقتها. اعتبر انها ما مضتش. اذا ما قلتليش اوكي وتبارك هذه الخطوه انا هديك الورق. قال لي شوف بقى، انا هوافق وهخلص عشان البهوات اللي نايمين على ودانهم من الناحيه الثانيه. يا سلام يا سلام، شوف يا اخي فكر الناس برضه. والله لا، انا عاوز اقول لك على حاجه اللي انت قلتها دلوقتي، لان انا كنت بشوف الناس دي موجوده في النادي الاهلي، ومحي فكري والنحاس وكل الناس دي اللي هي كانت موجوده، وعباس لبيب. شوف كابتن ناصف سليم زملكاوي، زملكاوي كان متعصب، انما ما عندوش التعصب اللي هو يخسر النادي الاهلي والكلام ده. هو شاف ناس بتجتهد فبيساعد، فقال لك ليه لا؟ بالظبط كده، واخد بالك؟ وهو قال لي كده بالظبط. انا فاكر الناس، عشان البهوات اللي نايمين على ودانهم يمكن يفوق. بس انتقال تهاني توصل معانا كانت، عارف انت نقلة. لما يبقى الكف عامله كده. لا لا، خدت التقيله بقى رحت حاططها هنا. لا نقله كبيره. لا ما اوعى وشك بقى انت هتقول لي عليها. انت هتقول لي عليها. طيب انت بعد ما حققت في تنس الطاوله